انا عاوز بس اعرف الناس عني في النقطه. انا مزكاتي يعني بجانب ان انا ربنا وفقني كمرشد ديني مزكاتي وعزت قبل ما يكون ممثل مزكاتي عبقري وبيانيست كان وما زال يعني هم ليهم علامه كبيره. فكنا قاعدين مبهورين بمصطفى. مصطفى ربنا وفقنا معاه وحصلت عليه حرب. حرب غريبه شويه. الدعاء عاوزين يبقى داعيه. والمقرئين عاوزين يبقى مقرئ. واحنا الفنانين طبعا مش عاجبينه ومش شايفينه. فكربنا الكرم نفحت القبول. وحصلت عليها حرب. حرب غريبه شويه. والمقرئين عاوزين يبقى داعيه. نفحت القبول. ربنا الكرم نفح وحصلت عليه ومش شايفينه بحرب. حسام بيعمل شويه عشان سيدنا الشيخ حسام طبعا ما فيش عنده مشكله ان يطلع يعمل برامج يطلع يأذن يطلع يقرا قران بس هيلف. مصطفى معجون مزيكا. مصطفى يا جماعه في ميزه انه بيقول بحته مش متوفره في اي حاجه روح المزيكا والجروب اللي هو ربنا موفق بيه. مدين ده ملبوس مزيكا. مدين عليه جدني. ومن فضل ربنا عشان تعرفوا تسخير الاقدار طبعا دعاء امي وبر ربنا رزقنا بيه ورضا ربنا وسيدنا النبي والصالحين عنه مسخر له كل شيء في هذه الدعوة وهذه الرسالة.